هذه امرأة تذكر أنها من خارج هذه البلاد وتسأل، فتقول إنها تعاني وزوجها من مشكلة في الإنجاب، فأشار إليها بعضهم بكفالة طفل صغير، ثم تزور الطبيب ليعطيها دواء ليخرج الحليب من صدرها فترضعه فيحرم عليها. تقول هل يجوز هذا الأمر؟ لا، إذا كان فيها حليب ترضعه، إنسان صغير، إنسان كبير ما ينفع الرضاع، لكن إن كان صغير يتغذى بالحليب ترضعه، أما إن كان زاد على سنتين أو يأكل الطعام فلا يفيده الإرضاع. نعم.